الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان تحدث اليوم لصحيفة ليكيب الفرنسية عن توقعاته لمشوار المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار، وتحدث بشكل عام عن البطولة، ويكشف أمر خطير وعظيم ورائع عن النجم المغربي أشرف حكيمي. عن كل هذه الأمور سنتحدث، ولكن في البدايات إذا وصل لك الفيديو ادعمني، شرفني باللايك، نورني، شجعني بالاشتراك، وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا. أكد اليوم أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان أنه يتوقع بأن المنتخب المغربي في نهاية المطاف سيكون بطلا لإفريقيا من خلال كان كوت ديفوار. وأكد زين الدين زيدان أن البطولة وهذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية هي الأقوى عبر التاريخ، فستشهد لأول مرة منافسة محتدمة بين أكثر من 9 منتخبات للفوز باللقب. واستكمل زيدان تصريحاته قائلا: رغم قوة الجزائر والسنغال ومصر وتونس ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا، إلا أن المنتخب المغربي يثبت دوما أنه أفضل منتخب إفريقي ومن بين الأفضل على مستوى العالم، وسيكون مرشحا أولا للفوز باللقب بشرط اسمعوا كلام زيدان يا مغربة، ألا يتهاول لاعبي المنتخب المغربي، وأن يكون كل لاعب في مستواه من أجل الفوز باللقب. في نهاية حديثه تحدث زيدان عن أهمية كل لاعب في كل منتخب، وعندما جاء الدور على المنتخب المغربي أكد أن أشرف حكيمي هو أهم لاعبي المنتخب المغربي، وإذا كان أشرف حكيمي في حالته المعهودة فسيصبح المنتخب المغربي والجبهة اليمنى للمنتخب المغربي بقيادة أشرف حكيمي سم قاتل، خطر رائع على كل المدافعين من كل المنتخبات التي ستواجه المغرب.